متابعين. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله شيخ عباس، اهلا وسهلا. كيف حالك؟ عساك بخير. الحمد لله. هنا فاكرني يا شيخ عباس؟ استاذ عبد الله. لا، احمد محجوب. اهلا وسهلا، حياك الله شيخ عباس. كنت اتصلت بك يا شيخ عباس أسألك عن زواج عمر من أم كلثوم، يعني تفاجأت بك صراحة، ترضيت عن عمر وقلت بأنه يجب علينا أن نحترم جميع الصحابة، فأنا أحببت يعني أن أنا أكمل معك الحوار، لأن وقتها يعني أتى لك اتصال فلم أستطع يعني تكملة الحوار معك يعني بصراحة. نعم، ورد اتصال من دولة أجنبية صديقي. نعم، حياك الله يا شيخ عباس. لكن شيخ عباس، يعني أنت ترضيت عن عمر وإلى آخره، لكن أنت هكذا يعني عند علماء الشيعة وعند الشيعة الموجودين الحاليين أو عند المراجع، يعني أنت خرجت من التشيع بمجرد ترضيك عن عمر. أخي الكريم، يعني هناك بصيص من الأمل، علينا أن نتعلق بهذا البصيص من الأمل كي يكون نقطة حوار وملتقى بين المذاهب الإسلامية. نعم، أنا لا أنكر أن هناك الكثير من الطائفة ينكرون هذا الكلام، نعم، لكن علينا أن نتعلق بهذه يعني بصيصة الأمل. طيب، ما هي بصيصة من الحوار؟ الحوار؟ يعني بصيص الأمل بالنسبة لك الحوار العلمي البناء الذي نعم يهدف إلى الوحدة. الحوار العلمي البناء. جميل، الذي يهدف إلى الوحدة. الحوار العلمي البناء بين الطوائف الإسلامية كافة. جميل، لكن يا شيخ عباس، كيف يكون هناك حوار علمي بناء والروايات الشيعية تقول بأن عمر كسر ضلع فاطمة، أن عمر اغتصب فرج أم كلثوم والعياذ بالله، أن عمر فعل في علي وجر علي وغيرها من تلك الأمور، فكيف يكون هناك وحدة وهذه الروايات لا تزال في هذه الكتب ويؤخذ بها وتعلم وتدرس في الحوزات العلمية ويتربى عليها الشيعي منذ يعني صغره؟ هناك يا أخي الكريم الموضوعات في الآثار حسب فهمي، نعم، موضوعات كثيرة في الآثار الإسلامية، وهناك روايات ضعيفة وهناك روايات مدسوسة. صحيح، يعني علينا أن نجتمع يعني على أمور توافقية جميل، ونتجنب هذه الأمور الخلافية. اسمح لي يا شيخ عباس، هذا بالنسبة لك، أنت رجل تريد الوحدة، تريد الوحدة الإسلامية، لا تريد التفرق، أنت تريد أن تجمع، لكن أنا أتحدث عن الأكثرية الآن من المراجع الشيعية ومن أصحاب الكتب الثمانية المعتمدة عند الشيعة الذين ذكروا هذه الروايات وتلقاها منهم المراجع والعلماء ودرسوها في الحوزات ودرسوها إلى الطلبة في الحوزات وتربى عليها الشيعي منذ صغره، كيف لنا يعني أن نقنع هؤلاء بأن هذه الروايات وهذه العقائد وجب عليكم التخلي عنها، وأن هذه العقائد تطعن في صحابة رسول الله وتخالف القرآن الذي ترضى عن الصحابة ووعدهم بالجنة وإلى آخره، كيف نقنع هؤلاء وهم يعني يعتقدون بهذه الروايات ويعتقدون صحة هذه الروايات ويقولون أن من أنكر هذه الوقائع والروايات خارج عن التشيع؟ يعني هذا واقع موجود، نحن علينا أن نحارب هذا الواقع كما فعل مثلا المرجع الخالصي محمد الخالصي في الكاظمية، وأنا درست فترة من الزمن في الكاظمية وفي النجف. نعم، يعني هذا الرجل حورب من أبناء الطائفة لأنه رفع شهادة الإمام علي بن أبي طالب من الأذان. نعم، وقال لا يورد نص ولا يوجد نص صحيح شهادة علي بن أبي طالب في الأذان، وهي القصة معروفة في الكاظمية عام 28 1928. نعم يا أخي، سبحان يعني الله. هو الرجل، تفضل ايه تفضل شيخ عباس. هو الرجل حورب من أبناء الطائفة، صحيح، وحتى منعوا قراءة الفاتحة عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وحتى يعني البعض مثلا أشار، نعم، حشرك الله مع الشيخين. أها، شوف، يعني مجرد إشارة إلى الخليفة الأول والخليفة الثاني، أعلم، إلى أبي بكر وعمر، حشرك الله مع الشيخين نعم. أبي بكر وعمر، سبحان الله، رغم أن الرجل يعني لم ينكر،
لم ينكر يعني لم ينكر أصل، إنما أنكر شيء فعلا لا وجود عليه، لا وجود لنص عليه، وهي شهادة علي لأنها زائدة في الحجاب. حتى كل مراجع التقليد، يعني أنا كنت بمدرسة الإمام الخالص في الكاظمية، كل مراجع التقليد الشيعة إذا تطرح عليهم سؤال هل شهادة الإمام علي واجبة في الأذان، يقول لا استحبابا وليس واجبا. صحيح، ولكن لا يستطيع أن يصرح، لا يستطيع يا شيخ عباس أن ينفي هذا، أن يصرح علنا لا يستطيع. مولانا هو هذا يعني الأمر مثل نظام المافيا، ويقتل الفرد لصالح المجموعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن هذا دين وجب يعني عليكم يعني وجب عليهم أن يتبعوا الدليل، هذا دين يعني. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي تخيل يا شيخ عباس أن مجرد مرجع خرج لي يعني رجل عالم يعني بحث عن نص يدل على شهادة أن علي ولي الله في الأذان، فلم يجد نص أتى عن رسول الله أو أتى عليها عن الأئمة أو عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فقال لهم أن هذا لا دليل عليه وأنها بدعة. فتخيل، قالوا حشرك الله مع الشيخين ومنعوا أن تقرأ الفاتحة على روحه وغيرها من تلك الأمور، وهذا عندهم يعتبر ناصبيا لأنه فقط قال لهم لا يوجد نص أو دليل على هذه الشهادة، فما بالك بمن يقول لهم لا يوجد دليل على أن عمر كسر ضلع فاطمة وأن عمر صحابة من الصحابة يعني، يعني هذا حتى السيد فضل الله مولانا نفى. صحيح، نفى عمر كسر ضلع الزهراء وقال إنها رواية ضعيفة. صحيح، حتى العلامة السيد الأمين، السيد محسن الأمين، نعم، صاحب كتاب أعيان الشيعة، الشيعة. نعم هو نفى هذا الأمر، ولكن مولانا صياح الأكثرية صحيح يغطي على عقل الأقلية، يعني صوت العقل الأقلية يغطي عليه للأسف. للأسف هو يعني أنا أحكي لك مسألة. تفضل. يوم كنت بزيارة كربلاء عند أحد أقارب زوجتي، زوجتي عراقية. نعم، هو حضرتك لبناني؟ التقاني أحد العلماء، أي أنا لبناني مقيم في العراق من زمان. أها تمام، تفضل. ربنا يحفظك. أنا من جبل عامل الطبقية. تفضل يا شيخ عباس، الله يحفظك. شيخ عباس منهم، الله يحفظكم. فمولانا التقيت بأحد العلماء الكبار. تفضل يا شيخ عباس. قال لي أنت من جماعة الإمام الخالصي لإشال شهادة علي بن أبي طالب من الأذان. قلت له أنا درست في مدرسة الإمام الخالصي وليس من جماعة فلان ولا فلان. نعم. قال لي شلون يتجرأ على إزالة علي بن أبي طالب من الأذان؟ نحن نفتش عن طريقة وضع أبو فضل العباس في الأذان. لا إله إلا الله. قلت له يا أخي هي شو صار الأذان من جودة؟ هذه يعني هو صار نشيد وطني. هذه مهمة، تخيل. تخيل، لا بجد تخيل، هو يعني هو يقول لك أنت تبع المرجع الخالص الذي أزال ذكر عليا من الأذان، ونحن الآن نبحث عن كيف عن كيفية إدخال العباس في الأذان. فهم لنا يقول له شو هي صارت أنشودة وطنية، يعني نشيد وطني الأذان. لا إله إلا الله، يعني دين بالمزاج يا شيخ عباس. يعني علينا مولانا أن نسعى. هذا دين بالمزاجية طبعا. لا إله إلا الله، يعني لما يعني سبحان الله. أيضا يا شيخ عباس، يعني دعني أقول لك شيء. سبحان الله يا شيخ عباس، يعني الشيعة من ضمن عقائدهم أن هناك 12 إمام معصوم، أليس كذلك؟ يعني من ضمن العقيدة نعم. جميل، في عدد نقباء بني إسرائيل. جميل. الآن أجد أن بعض العلماء الشيعة كمحمد حمود العاملي ومحمد صادق الشيرازي، يعني محمد صادق الشيرازي عليه كتاب اسمه العباس والعصمة الصغرى، والعاملي ألف كتاب يرد عليه وسمى العباس والعصمة الكبرى، يرد على محمد صادق الشيرازي ويثبت للعباس العصمة الكبرى، يعني يثبت للعباس العصمة النبي وفاطمة عليها السلام. فسبحان الله، لو كان هناك نص يدل على عصمة الأئمة الإثنى عشر فهو يخص الأئمة الإثنى عشر، لكن من أين أتى بنص أو استنبط هذا النص الذي يدل على عصمة العباس وزينب وغيرهم؟ فسبحان الله، هو دين بالمزاج يعني. أخي الكريم، هي فلسفات.
صحيح. هي فلسفات. يعني هذا الشخص يطلق على العباس ابن علي بن أبي طالب عنده عظمة ذاتية. يعني أنا كشيخ كرجل دين أقوم بالواجب وأترك المحرم، هذا شو؟ هذا يدل أنه رجل عقلاني. أي رجل عقلاني؟ مؤمن بالله ومؤمن بخاتم الأنبياء ومؤمن بالقرآن الكريم يقوم بالواجب ويترك المحرم، هاي تسمى عصمة ذاتية، هي فلسفات وليس أكثر. نعم صحيح صحيح يا شيخ حافظ. يعني أطلقوا على الزهراء عليه السلام، أطلقوا على العباس، أطلقوا على فلان، أنه هذول معصومين صاروا 14 صحيح عند غلاة الشيعة. نعم يعني هو ذاته محمود العاملي اللي كان في إيران وإجا على الجنوب وعمل بعض المؤلفات أثارت الفتنة. صحيح سبحان الله. وسعرت الفتنة، عملوا بعض عقلاء الشيعة، بعض العقلاء الشيعة عملوا على سحب هاي الكتب من الأسواق وأتلفوها. هو أنزل كتاب من فترة يعني من 5 سنوات سنة عائشة والعياذ بالله. الله المستعان. يا أخي أقاموا عليه الجماعة هون حتى في مناطقنا. يا أخي أنا قلت له شخصيا يعنينا من السيدة عائشة ما يعنينا من رسول الله. الطعن فيها طعن. وهناك يعني آيات في القرآن برأت السيدة عائشة. حتى الحلي قال يعني ذكر أو ساق الإجماع على أن هذه الآيات نزلت في عائشة. يعني الحلي ساق الإجماع على نزول آيات في تبرئة عائشة. فسبحان الله، لماذا حينما يذهب هؤلاء إلى إيران يعني يتغير فكرهم ويرجعون بهذه العقائد ليفسدوا علينا ديننا وغيرها من تلك الأمور؟ يعني هذا الأمر موجود مولانا، معظم الذين جاءوا من هذه المناطق جاءوا بأفكار محددة. نعم. والحمد لله هسه الوضع يعني يوجد تعايش بين الإخوة والطوائف الإسلامية في لبنان عادي طبيعي. حتى في العراق أتت هذه الفتنة من الخارج ولم تأتي من العراق، من إيران. ما الذي أشعل الفتنة في العراق؟ إيران. يعني هذا الله المستعان. لكن هو معروف يا أخي الكريم. فتخيل يا شيخ عباس الله يبارك فيك يا شيخ عباس، الآن هو يطعن في من؟ يطعن في زوجة رسول الله. الطعن في الزوجة هو طعن في الزوج. يعني سبحان الله، أنا حينما يأتي لي شخص ويطعن في عرضي، تخيل عرضي هو يطعن في عرضي، يعني هو طعن فيه مباشرة. لا أدري أي عقول يفكرون بها، يعني هم يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما يستحون من رسول الله؟ يعني ما هو موقفه حين يعني يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا سيقول له؟ سيقول له كنت أطعن في عرضك في الدنيا؟ يعني أتعجب صراحة من عقلية هؤلاء، وبعضهم يتخذ الطعن في عرض الرسول يعني عبارة عن سبوبة يتعايش بها ويقتات عليها. هناك من يدعم هذا. نعم يعني هذا الأمر مولانا مدفوع الأجر، مثل واحد مدفوع الأجر سلفا من أجل العمل على هذه المنظومة. هناك منظومة تتحكم بهؤلاء. نعم. ولكن يا شيخ عباس يعني ما هي الأفكار، أو يعني ما هي الأفكار التي تجعل الوحدة الإسلامية، يعني التي تحس على الوحدة الإسلامية؟ يعني نريد أفكار صراحة يعني يا شيخ عباس، نريد أفكار بعيدة عن النفاق والرياء. لا، نريد أفكار صحيح. تجعل الوحدة إسلامية، يعني تجعل السني لا يحمل للشيعي ضغينة وتجعل الشيعي لا يحمل للسني ضغينة. يعني نريد فعلا أفكار أو وحدة إسلامية حقيقية، وهذه لم تتحقق. يعني الرأي الشخصي يا شيخ عباس أن هذه الوحدة لن تتحقق إلا إذا تخلص الشيعة من العقائد التي يعني يتهمون فيها الصحابة بالكفر، يتهمون فيها زوجات النبي بالكفر والزنا والعياذ بالله، يعني يتهمون فيها الصحابة بأنهم اعتدوا على أهل بيت رسول الله وحاشاهم أهل بيت رسول الله، يتهمون علي بأن عمر جره وغيره من تلك الأمور. فهل يعقل أن علي يفتس لعمر؟ يعني شيء لا يوصف يعني بصراحة. فلن تكون وحدة إسلامية حقيقية إلا إذا يعني أخذ الشيعة هذه المرويات وهذه الكتب إلى أقرب سلة للبلاد، ومن هنا تبدأ الوحدة الحقيقية.
صحيح. إن شاء الله أستاذ الكريم، أنا باحث ومحقق، سأرسل لك عدد من المقالات عن الوحدة الإسلامية. نعم. وأنت باستطاعتك تنشرها. أكون سعيد يا شيخ عباس. أنت باستطاعتك تنشرها إن شاء الله، سأرسل لك إياها من الله. أنا اليوم كتبت مقالة عن قاتل الله الأحزاب. نعم. الأحزاب الدينية المنافقة. نعم. إن شاء الله سأرسل لك تباعا المقالة عن الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة. نسأل الله عز وجل أن يعني يهدينا جميعا إلى الحق، وأن يجمع كلمتنا على الحق يا شيخ عباس. إن شاء الله، آمين رب العالمين. لكن تسمح لي شيخ عباس أرفع هذا الاتصال؟ حياك الله أخونا الكريم. أم عندك مانع؟ عفوا، نشر الاتصال؟ نعم، انشر عادي، طبيعي يا أخي. أنا جميل، بارك الله فيك يا شيخ. أنا ما عندي شيء مخبأ، أنا في كل جلساتي وفي كل حواراتي بين إخواننا نعم أتكلم هذا الكلام. علينا بالوحدة، علينا بالوحدة يا أخي الكريم. صحيح، لأن هناك عدو كبير متربص بنا. صحيح. صلى الله عز وجل يا شيخ عباس أن يكثر من أمثالك، وأن يهدينا جميعا إلى الحق. عزكم الله مولانا الكريم، بارك الله فيك. سلام عليكم. هل تريد يا شيخ عباس كلمة أخيرة إلى غلاة الشيعة ممن يسبون الصحابة ويلعنوهم؟ كلمة أخيرة إلى غلاة الشيعة ممن يسبون الصحابة ويلعنوهم. يعني أنا أقول الشتيمة لا توصل إلا إلى الشتيمة. نعم. يعني أنا أطلب منهم يعني عدم شتيمة أي شخص، ونترك التاريخ ومأساته للتاريخ. علينا بالوحدة الإسلامية. نعم. أليسوا يخالفون القرآن الذي ترضى عنهم يا شيخ عباس؟ ألا يخالفون القرآن الذي ترضى عن الصحابة ووصفهم بالإيمان؟ طبعا طبعا، مخالفة، مخالفة للنص القرآني ومخالفة لآداب أهل البيت. صحيح. بارك الله فيك يا شيخ عباس، واشكرك يعني كثيرا، وان سمحت لي ان اتواصل معك دائما، ونكون على تواصل باذن الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حياك الله يا شيخ عباس. في حفظ الله. الله معك حبيبي، في حفظ الله. الشيخ عباس نموذج للشيعي الذي يبحث عن الحق. نموذج للشيعي الذي يبحث عن الحق. سبحان الله، صرح الشيخ عباس بأمر خطير جدا يا إخوة، وهذا يدل على كم التعصب في الفكر الشيعي، في الدين الشيعي. أنا صراحة لا أحب أن أسمي التشيع فكر، لأن الفكرة بيكون واضح، الفكرة تكون واضحة جلية، تطرح على طاولة الحوار تفهمها الجميع. لكن الشيعة لديهم باطن وظاهر وتقية وغيرها من تلك الأمور الباطنية، فهذا ليس فكر، إنما هو خبث صراحة يا إخوة. فهذا الدين الشيعي يعني طرح الشيخ عباس وبين كم هو دين قائم على العصبية لا أكثر. تخيل أن مرجع شيعي قال للشيعة: لم أجد دليل على ذكر عليا في الآذان، قام الشيعة بجعل هذا الرجل ناصبيا، بل وحكموا عليه أن يحشره مع الله عز وجل مع أبي بكر وعمر. وأنتم عارفين أن أبي بكر وعمر عند الشيعة والعياذ بالله كفار منافقين. فتخيل أن هؤلاء حكموا على هذا المرجع الخالصي بمجرد أنه قال لهم بأنه لا دليل على ذكر عليا في الآذان، بأن يحشره الله مع أبي بكر وعمر، ومنعوا الترحم عليه أو قراءة الفاتحة. وليس ببعيد أن يكونوا قد منعوا في دفنه في هذا الوقت، ولكن دفن سرا، يعني ليس ببعيد. وهذا الشيخ عباس حينما كان ذهب إلى الزيارة في كربلاء، وأمسك به أحد المراجع وقال له: ألا أنت من جماعة الخالص الذين منعوا ذكر عليا في الآذان، ونحن الآن نبحث عن كيفية إدخال العباس في الآذان. فهذا دين المزاج ودين العصبية ودين الهوى، وليس دين الدليل والاتباع.